ابري كاع واش صرا مالكتو ما كامل شفتوه الناس كامل بزاف دارت في وضع حرج كل من ابراهيمي وفغولي لانهم ما لعبوش ولانهم غضبوا على قرارات المدرب. اليوم يخرج تصريح في الموقع موجود التصريح في الموقع الرسمي لفريق وستهام وين يلعب فغولي يقول نحن احسن جيل لكره القدم الجزائريه. قال لك حنا هما لمير وشفتوا ربما انتم زملائي شفتوا التصريح هذا ما تشوفش باللي هذا شويه غرور ماشي غرور سيد لوداس سي دو ميبري الاجيال كامل تاع سي با لوداس سي دو ميبري. انت واش درت؟ انت جبت لنا كاس العالم جبت لنا كاس افريقيا اللي يجيب كوب دافريك اللي يجيب كاس افريقيا ويعلق هذيك النجمه اللي مالوريزمون ما رش يشوفوها هذيك النجمه هو اللي يقدر يقول ديك كوب دافريك اللي راح لا كوب دي مون كانوا يروحوا دوزيكي فقط. علي تعليقك على تصريح مثل هذا سي با ان كونفلي جينيراسيون فولو بار سيرتان بيرسون فولو بار سيرتان بيرسون وي كي سون ديرير هذا الكلام هذه وحده. ثانيا هنا ما كاش لا لو بروفيسيوناليزم لا الاخلاق والاحياء لاخاطش اي فوتبالور اللي جاز دوك حنا كي لحقنا 82 نقولوا اسمح لي حنا نقولوا احسن فريق نهار الاستقلال الجزائر لا حنا كنا نقولوا لي ميور جوار احسن منا الماس وخلينا ملافا نقدر نروح من نهضروا من 62 هنا انا واحد كنت نقول الماس احسن ما كاش كيما هو ماجاري يقول الماس كاع ماشي غير الماس سطيف صالحي ماتم الاخر عميروش نذكروا القدم احترام لهم لان انسان يحشم عيب عليه يقول انا الميور وزيد الميور. عمرك انت شفت واحد ميور ويقول انا الميور؟ انا ما شفت. ميسي كاشنار قال لهم انا ميور جوار دي مون. مارادونا شاك فوا كيسقسيو على ميسي يقول لهم ميلي لو ميور. مارادونا جيني غمض عينه يبعثها لك البنك تاعك وين ترقد تجيك من الطاقه وتدخل. هكذا ما سمعتو قال لنا الميور؟ بيلي رواد جوسكا لا فان دي طون. ما يقول والو. ولكن انا واش عليه يخليه يقول واش يحب؟ انا هذا الكلام والرايفات وكذا انا هذا كاع بور ما سا سي سيناريو انا جو سوي كونفينكو كو رايفات ما جاش باش يروح والتكتوكه اللي صرات سيتي كومونتي سيناريو خلاص سيناريو صح انا عندي بركادي ونكمل هذه ونسكت لان تكمل هكذا طلع لك سخانه طلع لك سخانه تعصى وانا اليوم مانيش حاب طلع سخانه حاب نقصر نحكي بعقلي بالقوسط كيما رضا رضا انا نقول له انا نقول سخانه ايه ما مدمر ملي كيف لا ديجا بيان سور مدمر انا مدمر انايا مدمر لاخاطش حنا مدينا لهذا الوطن بطل اللي حب حب واللي ما حبش ما حبش بطل رجلينا بليسين انا جي لا جونيس قريب ما توليت نوزن زوج كيلو بصحه ولا مات قريب مات اعتقد مات ربي يطولو في عمره عشا يروح ليها يداوي الاخر مكسر الاخر كذا باطل رضوان باسكو تربينا على واحد التربيه اللي يقول لك الاعلام والطوره والشهداء هكذا كانوا الدوله جي لنا الفيستير كاع الدوله الجزائريه كانت تجي لنا ونكوراجيونا ونافو لا ميزيك ونروحوا باطل رضوان اليوم واش عليه يقول هذا الكلام ولكن نقول له حاجه واحده الدراهم اللي خسرت الجزائر خاطرش دراهم ما تحت واحد هاد الدراهم اللي خسرت على الفريق الوطني تاع الجزائر كلها اخي هكذا صح تاع كاع الجزائريين دراهم كبار طوب ليليكوبتر اسكت برك طائره خاصه خلينا بصحتهم اليوم هنا هذا ينجم اكس ولا ايكراك يقول احنا احسن فريق جيب لنا 13 ولا 14 بوا كاليفيا لا كوب دي موند والشعب الجزائري يخرج يغني وفرحان وزاهي وزيد لنا كوب دافريك رحنا لا فينال. انا في هذا البلاطو نقول لهم احسن فريق وطني اللي جاز مده التاريخ ما نتاع 60 دخلهم معنا هاي خلاص هذا ما كان واضح. خلينا نسمعوا تصريح دائما على تمرد اللاعبين تصريح اسلام سليمان.